فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول: إذا قلت يا رحمن ارزقني، أن هذا من الاعتداء في الدعاء، فهل ما لا، قال ما هو من الاعتداء في الدعاء، لكنه غير مناسب. المناسب أن تدعو الله بموجب الاسم الذي تدعو به، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فتأتي بالطلب المناسب للاسم. أما يا رحمن ارزقني فهذا لا يناسب لفظ الاسم، هو جائز لكنه لا يناسب لفظ الاسم. وأشد من ذلك أن تقول اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، ها؟ لا يجوز هذا. نعم.